طبعا الموضوع انا ماشي مش طب، احنا العمليه ماهيش تعب، شنو قاعدين نخرف من البدايه للنهايه، اما لابد كانوا نعملوا باساج صغير منين بدات الحكايه ووين وفات. جيت خذيت جمعيه 2012، خرجتها من المأزق اللي كانت فيه، هزيتها على ظهري وحدي ومشيت انطلقت. من بعد خرجت على خاطر الجمعية زي. في بالي أنا كي نخرج من الجمعية ينقص الضرب على الجمعية وعلي أنا، لأنه شنو اللي صار؟ سليم الرياح دخل للكورة العام الأول، الثاني، الثالث، كيف ما قلت 3 سنين، العام الثالث انطلقنا في اللي تيتر وبدينا. طبعا رجعنا على مستوى القاري ووصلنا حتى للدوميسيونال كاف، وصارت ضدنا مؤامرة لأنه كان هزينا الكاف وقتها، راني راهو خرجنا من المأزق هذاك، خاطر هذاك اللي عملوا عليه باش صار الضرب الكبير. ولكن الناس اللي تجي في الملاعبية وجماعة الكلوب اللي معايا هما اللي كانوا ينسقوا على أساس لاجون يخلص من الأول كامل باش ياخذوا لي كوميسيون، الملاعبية ياخذوا افون 50% على البريم دو روندمون، وانتم تعرفوا منهم اللي يحبوا منهم فلوس. نتذكر كشك وهذيكم الملاعبيه تاع سويسرا كلهم اللي هذا عنده بريم دو رون نو يلزمو 50% به. نجي ونقولوا طلعت البار يا اخي وحدي، مانيش واحد. كي وليت فما كونكورونس كان احنا راه مش يكون في بالكم المنافسين نتاعنا، كان احنا صرفنا 30 راه في العام هما صرفين 40، ورغم ان الفلوس خرج فيها من فلوسي انا، مانيش ما عنديش سبونسور، فما سبونسور بالكل. ودخلت وكي جيت النهار الاول قالوا لي اسمع، لي راهو الكلوب تستحق 900 مليون دينار في العام. من بعد ندخل نلقى معناها حكايه كبيره، الاسم كبير، الجمهور كبير، الجمهور وقف معايا بالبدا. عملت اللي يلزم يتعمل، خاطرني انا رئيس جمعيه كبيره ونتصرف على الاساس هذاك مع طبيعتي انا وكاركتيري هكاك، كوني انا نامن بحاجه ننطلق فيها وما يهمني في حد شيء. فلوسنا عنا، وضعنا منظم، لا انا سارقين لا انا خاطفين، خرجوا دعايات، خرجوا يمين يسار كذا، الكل تعدى وما عملوا لي حد شيء. وقعدت نخدم على روحي. النادي الافريقي اليوم جمعيتي اللي جمهورها وقف معايا وغلطني في روحي، غلطت في روحي يعني. خاطر لقيت جمهور معايا باندي، وليت معناها في تونس ما يتكلم معايا حتى حد. والكلوب اليوم اللي انا عاونتها هي اللي شاكيه بي الراي اللي قبله تاع التسيريه، واللي توا نفس الشيء كانت عندي مشكله معاه، ما نحبش ندخل في تفاصيلها، لكن فضيحه معناها فضيحه اكثر من تصور. منهم اللي في الهيئه توا، وفما اللي خلص ورجع الشيك ام بي اي، ومن بعد كي جينا نخلصوا فيه قال لك انا عندي الروتا، معناها الوحيد من عندنا توا المسؤول رقم واحد ياخذ انتيري، معناها ياخذ ريبي. ومع هذا الكل انا تنزلت على خاطر جماعه، وعاودت حكيت مع الناس هذوم، وجاني عبد السلام هنا واتفقنا باش يرجع لتونس ويجيب الاوراق الكل ويعطينا، وهذا تو نتفاهم نشوفوا كيفاش نخلصوا على سبب واحد، الشرط اللي طلبته انا. من بعد ما نبداو نخلصوا وننظموا امورنا اعمل جلسه تقييميه وقول شكون اللي تسبب في الاشكاليات هذه الكل، وشنو معناها انا نتحاسب معايا على الملاعب اللي جبتو انا، ما جبتو جمعيه، شنو جبتو انا، ما الجمعيه اللي جاب يا اخي نتاعي، هي الجمعيه نتاعنا الكل، انتم اخترتوا مسؤول حطيتو، جيتوا قلتوا يخرج سليم الرياحي هاي ترجع لولادها باهي، احنا ولينا ماناش ولادها باهي، مش لازم ماناش ولادها اخويا، وريني الوضعيه وين نلقى روحي انا، نلقى روحي الناس كل تسب. الكلوبيست اللي في القهوه ما هو بجنبه مكشف وبجنبه ساحلي وبجنبه كذا نفس الشيء، معناها انت بيدك تم استعمالك ككلوبيست باش انا تضربت، وكي كنت انت واقف معايا شوف انا اش عملت، هذه هي الوضعيه الحقيقيه. وخلاونا خطايا، فما خطايا، قال لك احنا ما عندناش البارح، قال لك ما عندناش 30 ميل فرون سويس باش نخلصوا مصاريف الاستئناف،
شنو معناها من الوشاد الجماعي؟ الوشاد الجماعي اللي راهو الكره ما تنجمش ترجع كيف ما كانت. الكره هذيك هي تو منافسه، ما فماش منافسه تو. انت تقعد ما تحبش تتنافس لك، هاو تلقى جمعيه واحده ولا زوج يتنافسوا وانت توخرتي وكا. وننسى ما فماش منافسه، تنسى الالقاب، تنساها هذه، تنساها. اليوم هو اصلا وضعنا خايب، معناها احنا انا وزير شباب الرياضه عليه خديته، عليه خديت وزاره شباب الرياضه كلها مشاكل، خديتها باش نعملوا باش نرتح العباد الكل والجمعيات من هالفينومين تاع الجمعيه يصرف. وقلنا جمعيات يلزمها تولي ملك، معناها ملك بطريقه فيرتويال، معناها الجمعيه دي كي بي اس جي. هنا بي اس جي ما الملك الفرنسيس، اما تصير فيها شركه قطريه نفس الشيء. هذاك هو اللي لازم يصير. ما حبوش يوافقوا عليه، عديناه في البرلمان، ما تعديش القانون على خاطر يحبوا الجمعيه يقعد كل مره واحد يستعملها باش يخدم السياسه، هو يطلع يا يولي نايب يولي درا شنو. انا حبيت هالفينومين هذا كله يتنحى بقانون. هذاك هو السبب. ومن بعد كي ما مشاتش العمليه على غلط، مسلي مريح يتخل والله، يخلى الجمعيه غرقه في الديون، واللي خرج واللي جاء واللي خرجني ما خلص. اربح قضايا نتاعك تي، انا توزقار ربحت اللي تو مليار 400 وشوي، ربحت ربحني ب 3 مليارات. فما واحد يربح قضيه وبعد يعاود يخسرها، الساعه مش يكون في بالك. راني انا تو قاعد نخلص ديريكتومون، هذه زاد لازم نفهموها على خاطر وين ما نجي انا نحب نخلص حاجه يمشي يخلصوا. انا نحس بروحي كاني انا خلصت. انا اول حاجه كي تكلمت في تونسنا قلت انت تحب تسيب جمعيه، خويا سيب جمعيه، انا نتحمل مسؤوليتي باهي هذا كله، انا تو ننظم اموري فيه. مش ها هما الخطايا وخلصنا هذوما ومن بعد اتو ننظر في الواحد. انا ننظر في حل نهائي للنادي الافريقي. انا اليوم مسؤول كوني نحب نلقى حل نهائي للنادي الافريقي. مارسيليا واونداما ويقولوا يغلطوا في العباد كون القضايا كلها تحكمت بعدي انا، هذه كانت نجم تتربح وقالوا راهو نجموا نربحوها وراهو مستنفينها. كيفاش انت تبعث لي باش نخلص قضيه هي في المازال في التقاضي، ما نجم تربح. ما فيش شكون، في شكون تغم معناها نغموا في الجمهور ولا في انا ولا هكاك بالغمه نمشيو، ما يمشيش الكلام هذايا. ومع ذاك الكل الرقم هذايا لابد من مراجعته، وفما اقساط نجم تدفع، وانا مش خايف من هذا. انا خايف باهي وين ماشيين تنجموا تخلصوه باهي. القضايا اللي بعدها اللي عملتوها انتم واللي ما ترفعتوش فيها بالكل وخليتوها، يقول لك والله احنا مانيش باش نربحوها. معناها شوف الناس ما تفهمش حتى في القانون جمله في الجمعيه، يقول لك لا ما نربحوها هكا قاعده، هكا قاعدين معناها رجعنا كقبل، ما عادش المؤسسه اللي انا حبيت عليها قاعده. لا ما نربحوهاش، فك علينا تو، مش نخسروا احنا 15 16000 ولا 30000 واحد نتاع تقاضي مع التاس ولا مع، فك علينا تو نخليهم ومن بعد نعطيهم اقساط وكهو. ومن بعد ما تشوفش وينو الكاتب العام، يما كلها التاخيرات كلها منه هو. من بعد يجي ما يجيب لك شيخ شنو، مش نعرف نخدم كذب عام انا زاد ومحامي وكل شيء، الناس مش فايقه. وسكت انا، بلعت سكينه بدم خاطر هذاك اللي موجود. قلت خلينا نكملوا وقتها في 2017، قلت مازالوا 6 شهور نكملوهم من بعد ساهل. من بعد صارت عمليه الانقلاب اللي نسميها في النادي الافريقي، وخرجت انا وصارت الجلسه العامه وقلت انا ازاي. من بعد ولينا في ساعة ربحنا احنا وهزينا كوب خمسة، خاطر عملنا سانك ماتش عمرو تاع، والخمسة ماتش وايد ساهلين، الضغط تتنحى على الملاعبية وسي ومشيت الأمور وهكا ودزة شوية واحد. من بعد ولينا الثانيين، من بعد تكشفت الحقيقة معناها هذيك جمعيتي، هذيك الكاس الثانية، هذاك الكوب الثاني تاعي أنا هزيته. اليوم أنا نحب حل نهائي لمشكلة النادي الإفريقي. الحل النهائي أعطيني شكون باش يخلص، مش قلت 16 احنا نجم، وانا توري ضد دريدي مش يجين غدوة الاربعة، مش يجين نهار الاربعة يا يشوف هنا في حكاية، فما مش يشوف مع المحامي ولا واحد في حكاية فابريس كونه نلقاو فيها حل، معناها نلقاو حل فيها هذاك الكل نجم نلقاو الام ياب ونقصوا من القيمة وتخلص ونتلهاو بالاحكام بالاخرين بالقضايا الاخرى اللي اسمع خليها غاديكا تو مازالت هذيك ما مازالت في التقاضي واستنى، مش مازالت تو نربحها، لا مازالت تو معناها انا خاسرها، معناها احنا خاسرينها من الاول
لانه اجراءاتنا كلها غلطه والاجراءات مش تاعي انا، الاجراءات تاع العامين ونص راه بضحكوا. لا ما عندي عامين ونص مانيش في الكلوب، انا عامين ونص مانيش في النادي الافريقي. يقول لك خليها وتو حتى ال 14 لاعب اللي جاوا هذوما تو نقاوم كلهم في التقاضي، ويقول لك تو نجيبوا منا ونحطوا منا تو نتفاهموا معاه وتو نبعثوا ورقه وتو يعمل لنا تو كي ريزيكي. يقول لك احنا تو كي يعمل اكور مع الجمعيه القضيه تحت، خلص على ثلاثه مرات باش يخلص على ثلاث مرات القضيه تحت، حتى كي ما نخلصوش في قسط من الاقساط باش نعاود يتحب باش يعمل قضيه جديده تحب له عام ونص. هكا يفكروا مش يفكروا، معناها دز القدام دز القدام. انا اليوم نحب نحل مشكله، مش نحب نحل مشكله، نحب نحل مشكله نهائيا للنادي الافريقي. هل القيمه هذه هي ما في نيغوسياسيون تنجم تنيغوسي ورغم احكام باته وتنيغوسي على القضايا الاخرى اللي موجوده قبل ما تدخل في مع لي زاجون واحد وتسكرها ونظفو نحطو نجيبو هنا محامي نجيبو. اختاروا ثلاثه من اللي يكرهوني انا من المحامين في الكلوبيسين ما يحبونيش، نختاروا محامي في سويسرا نامنوا عنده المبلغ البر ما نجمش انا ما نجمش داخل فلوس التونس، نامنوا عنده المبلغ قداش في النهايه اعطيني هذوما 5 مليون يورو حطها غاديك خلي بشوي بشوي لين نيغوسي ونخليو الفلوس غادي كنبداو مرتاحين وما عادش عندنا مشاكل ننظفوا امورنا وندخلوا في نيغوسياسيون كيف ما بدا تو الدريدي. كل مره يقعد مع واحد اللي معروف اللي يحب 100 تمدو 70 80 تكمل معاه وتاخذ ورقتك وتصفي امورك الكل. معناها شنو بالمراسله انا باش نعطي الفلوس؟ معناها انتم تحبوني بالوضع هذا الكل نعطي فلوس و10 مليون في غادي حتى لو كان جاي نجم يسيء ولا الهيئه هذه تنجم تسيء هذايا ما عندها حتى شيء. اليوم بعد 6 اكتوبر يخسروا يروحوا 16 مليار هذوما شكون باش يخلص؟ عملتوا كونت باهي خويا هاي تحبوا هاتوا نصب فلوس في الكونت. اللي يعطي 100 نعطي 100 نعطي 300 اللي يعطي 500 نعطي مليار ونص. هاي اوكا هو هاني واحد من الجمعيه الناس كل تحمسوا لي في الاخطاء. انا مشيت اكثر من هكا. انا بالنسبه لي انا اليوم عبد السلام اليونسي والهيئه يلزمها تخرج ويلزمني انا نروح، وانا حضرته حتى بيان وهو مش نهبطوا على الصفحه نتاعي. بيان الهيئه المديره للنادي الافريقي ان الهيئه المديره المجتمعه بتاريخ اليوم وبعد معاينه استقاله غالبيه اعضائها، خاطر غالبيه اعضائها مستقيلين، ونظرا للصعوبات الماليه والاداريه التي يعيشها النادي والتي ادت الى عقوبات متتاليه قد مست بجسامه بسمعه النادي وصارت تهدد مستقبله، إن لم يقع اتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب. لا يخفى عن جميع المجهودات التي بذلتها الهيئة الحالية منذ انتخابها يوم 10 جوان 2018 يعني كتبت له لي هو معناها راك عملت برشا عمل برشا حاجات به من أجل تحسين أوضاع النادي على المستوى الرياضي والمادي، إلا أن الإمكانيات المتاحة وقلة الخبرة والتزام بعض المسيرين المنتخبين أديا إلى النتائج التي نعيشها اليوم. وإن لم يقع وضع حد نهائي لتفاقمها وإيجاد حلول عملية سريعة وناجعة فإن تلك الأوضاع ستحدث أثار لا يمكن تداركها في سنة المئوية وحتى بعد. وعليه فإننا نقرر ما يلي: أولا عملا بأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي للجمعية اللي أنا بدلته في 2014، عليه للجمعية المصادق عليه بالجلسة العامة الخارقة العادة بتاريخ 20 سبتمبر 2014 يتم إحداث مكتب تنفيذي تعهد إليه مهام التسيير الرياضي والإداري والمالي الوقتي للجمعية. معنا وقت في 2014 قلنا احنا الهيئة المنتخبة قاعدها حط ناس إداريين يخدموا، كان يلزم نخلصوهم نخلصوهم، المهم فما هيئة تنفيذية. الهيئة التنفيذية ما عملوهاش، قعدوا هما ثلاثة من الناس يدبروا في روسهم. انا توا انت توا سمي الليله سمي هو شكون مش سمي تعهد يتم احداث مكتب تنفيذي تعهد اليه مهام التسيير الرياضي والاداري والمالي الوقت الجمعيه وتفوض اليه جميع الصلاحيات المخلله لرئيس النادي الى حين انتخاب هيئه مديره. ثانيا يكلف السيد سليم الريحي برئاسه المكتب التنفيذي وله ان يختار ويضبط تركيبته. معناها شوف اش عملت انا اليوم، هذه التضحيه انا هذه راهو معليش عبد السلام اليونسي باش يسميني انا، يحطني انا شاد الهيئه التنفيذيه وقتي نختار انا اربع خمسه من الناس معاي وننطلق. عملا باحكام الفصول 30 31 32 33 من القانون الاساسي
هذا ويتحمل المكتب التنفيذي كامل المسؤولية في الإيفاء بديون النادي المستعجل أعلى الهيئة التنفيذية. ثالثا يدعو رئيس النادي إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جميع المسائل المتعلقة بالوضع المالي والإداري للنادي، اللي هو يدعو معنا في البيان مش نعمل كل شيء مسكروها كاملة هيئة تنفيذية، ويدعو لجلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جميع المسائل المتعلقة بالوضع المالي والإداري للنادي وانتخاب لجنة الانتخابات والفرز تبقى للفصول 43 وما بعد من القانون الأساسي، تعقد يوم السبت الموافق 23/11/2019 معناه يوم 23 نوفمبر وعلى أن تعقد جلسة انتخابية يوم السبت الموافق 14/12 معناه في البيان نفسه يعين يسميني أنا رئيس المكتب التنفيذي، نعمل أربعة من الناس ناخذوا صلاحيات نصفي أمورنا يوم 23 مع الناس صلاحية ما نجموش نقعدوا معناه يوم 23 تصير جلسة ننتخبوا لجنة فرز، ويوم 14 ديسمبر اللي قبل الميركاتو بنها تصير جلسة انتخابية ونختاروها. رابعا تقرر استقالة رئيس وأعضاء الهيئة المديرة المنتخب للنادي الإفريقي ابتداء من تاريخ هذا البيان مع تسجيل استعدادها للتنسيق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة ومدها بجميع البيانات والسجلات المتعلقة بالنادي عن رئيس الهيئة المديرة الرئيس عبد السلام اليوسي. شفتي صح هذا تو شفت على الترجمه هذا صح تسكر دوسي لا تقول لي راه نعملوا جلسه ها مش نعملوا جلستين جلسه تقييميه في نوفمبر وجلسه انتخابيه في ديسمبر وتسمي سليم الرياحي انا تو هاد شهرين باش نعمل ليكيب نتاعي وننطلق وانا مسؤول راه اي شهادتو هاد تو صحح واخرج تو انا نحط هيئه تسييريه من غدوه ولينا نروح لها انا أروح أنا يوم 6 إن شاء الله نطلع هنا بعدها بجمعة من زمان توفى الطعون نروح نتعدى البارك ديريكت تي الإدارة هي بيدا وتقول لي جماعتك باي جماعتي أنا هذا جماعتي هذاك شلقي تقول له العيش تبدل من بعد يا أخي باش خرجنا احنا في الأخر من المسيرين قلنا نكونوا مسيرين حتى لا تسيرية جاء مشروعها سياسي الوحيد اللي هو ما في بالوش بها العملية هو ولدي أنا ذاك اللي كمل خلال كوتي رياضيين هو يوسف العلم شكون جابو يوسف عام شكون طلع هو كلوبي استعمل انا طلعت خرجنا بالعلمي نور مليان وينو نور نور من احسن الناس اللي عاد منصر حتى هو اي منصر تما به منصر له حيش راهو به تو في الاخر كي تفرز ايه نسميه وظلمناه معناها اليوم حبيت نكون ايكيب جديده انا من مسيرين من ناس معناها غزرت المشروع كامل نلقى روحي اليوم انا مطالب كوني نخلص حاجات ما عملتهاش خاطر جاءوا ناس قالوا لك انت تخرج واحنا تو ندبروا روسنا به وانا كي خرجت قلت انا راهو يضربوا في الجمعيه يخسروا فيها يا اخي مسلم اخرج يخلي الجمعيه على الاقل تهدى الامور ومشيت العمليه ولكن هما من كثر الشر اللي فيهم شادوا غرقوا الجمعيه وخليها تخسر القضايا وحط على ظهر مسلم الريح وفي الاخر انتم تدوروا وتقولوا شكون اللي متسبب مانيش انا متسبب مانيش انا اللي متسبب انا كنت قاعد نخدم على روحي ومسؤول عن الجمعيه ونخلص تجيني اخطاء اللي عملتها نخلص فيها انت جيت خرجتني باش تعملي نعم هذا علاش اليوم لابد كون انتم تتحملوا مسؤوليه في اللي مش يصير في الجمعيه في الفتره القادمه جمعيتي النادي الافريقي ما نحبش نحب نكون لو اللي يوقف معاها وانتم تختاروا كيفاش انا نحب نوقف تقولوا لي اسمعني هاكا انت ساهم في هالكونت هذايا وبسلامة اوكي والا تقولوا لي انت تحمل معنا مسؤولية ونقول لكم راه ما فما حتى حد تي والله العظيم لا فما حتى واحد رانا نعرفهم واحد واحد يقسم بالله المصايب مش تجي من بعد وقتها خاطر ما فما حتى حد شكون باش يخلص هذا وشكون باش يخلص اللي بعد باش يقعدوا يكركروا من بعد ما عادش تلقاهم ويقعدوا يستعملوا في اسمي انا ويحلوها في راسي اليوم رد الاعتبار للجمعية الجمعية لازم ترجع لبلاصتها ورد اعتبار لي أنا زادة أنا راني كنت واقف بكم أنتم وأنتم اليوم لازم ترجعوا لي اعتباري أنا لخاطرني أنا عملت كامل به هيك هو وبارك الله فيكم وأنا أكيد فما عدة أسئلة أكيد تو نجاوب عليها من بعد البيان مش نهبطوا على الباج نتاعي وإن شاء الله ربي يسهل ونلتقي في تونس في نص أكتوبر بارك الله فيكم شكرا Thank you.